السلام عليكم. في اللحظات الأولى التي أعلن فيها التحالف العربي التدخل في اليمن، كان عنوان ذلك التدخل استعادة الدولة الشرعية وإسقاط الانقلاب، هو العنوان الأبرز في الأهداف المعلنة استكمالا للحضور الخليجي الإيجابي في معادلة التغيير في اليمن منذ ثورة الشباب التي على ضوئها جاءت المبادرة الخليجية. مع مرور الوقت ظهرت إلى السطح معادلة جديدة، ليس من بينها المعادلة الجامعة المتمثلة بأمن اليمن والخليج ومواجهة المخالب الإيرانية في خاصرة الجزيرة العربية التي تتواجد من خلال تحالف الانقلاب. اللافت في المرحلة الأخيرة هو ظهور بعض الخيوط الإقليمية التي تمتد من تحت طاولة الشرعية وتتغافل عن الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول، ومن بينها الاستدعاءات لأطراف في الحكومة خارج إطار الشرعية وكذلك الزيارات غير المعلنة. فعالية قوات الشرعية على الأرض هي الأخرى توقفت في العديد من الجبهات، أبرزها جبهة المخ التي توقفت والتي تبدو كما لو أنها عقاب من طرف إقليمي بعينه. مشاهدينا الكرام، أسئلة كثيرة تدور في ذهن اليمنيين، أهمها أسئلة المصير. فهل يراد لليمن أن يكون يمنا اتحاديا قائما على قاعدة التغيير الجذري والشامل؟ أم أن الأمر له علاقة بإعادة ضبط المصنع وإعادة التحالفات القديمة الجديدة على حساب دولة كل اليمنيين؟ وماذا عن إعاقة حضور الدولة في المناطق المحررة وإسنادها خصوصا على الصعيد الأمني والخدمي؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيفي هنا في الأستوديو الكاتب والباحث نبيل البوكيري. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك والمشاهدين الكرام. كما سينضم معنا عبر سكايب الدكتور أحمد الدبعي من اسكتلندا. مساء الخير دكتور أحمد. مساء الخير، أهلا بك. وسيكون معنا أيضا عبر الهاتف الدكتور عبد الله الغيلاني الكاتب والباحث من مسقط. ضيوف الأعزاء، قبل أن نبدأ حوارنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. من يقود التحالف في اليمن؟ سؤال يبرز كلما طرأت التحولات في مسار عمل التحالف العربي في اليمن وقفزت إلى سطح الشرعية خلافات القوى المسيطرة. وكما يبدو أن الأحداث المتسارعة عقب صدور قرارات رئاسية بإقالة عيدروس وبن بريك وتعيين محافظ لعدن ألقت بظلالها على عمليات التحالف ومعركة استعادة الشرعية بشكل عام. لم يتبدد أمل اليمنيين بتدخل التحالف لمساعدتهم كما يريدون منذ استجابته لطلب الشرعية في مواجهة النفوذ الإيراني الذي لا يزال تهديدا حاضرا لليمن والمنطقة، إلا أنه يظل رهن التوقعات عما سينبثق عنه موقف التحالف العربي في الأيام القادمة، إما استعادة الشرعية كاملة وغير منقوصة أو أن تظل الحرب تصب في غربال التحالف المثقوب نتيجة عدم فهم اليمن وطبيعة المعركة. اللجنة الثلاثية التي ظلت الحاضرة الغائبة في معادلة التنسيق المشترك بين الأطراف الحاضرة في المشهد اليمني هي الأخرى لا تزال محاطة بالريبة، معركة الثلث الأخير، وهي التي طال الحديث عنها من خلال تحرير الحديدة وصنعاء وما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب. يخشى مراقبون أن تظل هذه المعركة حبرا على ورق الشرعية والتحالف، خصوصا مع ما يلوح في أفق المعركة من تحركات لا تنسجم مع الأهداف المعلنة للتحالف، بل وتقفز على مسألة التحرير إلى تقاسم الخرائب التي خلفتها الميليشيا الإنقلابية. يطول صبر اليمنيين وهم يقفون على مشارف مجاعة تزداد ضراوة كلما طال أمد الحرب واتسعت رقعة المحاذير من الأوبئة القاتلة والميليشيا الإنقلابية. وفي وسط هذه الموجة المظلمة من حياة اليمنيين ينصرف التحالف إلى الانشغال بخلافات بينية داخل أروقة الشرعية ذاتها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. لو بدأنا معك أستاذ نبيل وتحدثنا عن التحالف العربي وحضوره في اليمن الذي هو عادة بين مد وجزر، نبدأ السؤال أستاذ، يعني ما الذي يفوح في الأفق اليمني الراهن؟ لا شك أنه معركة تمتد على مدى عامين تأخرت طويلا في مسألة الحسم في اليمن لأسباب عدة. تأخر هذا الحسم من ضمن هذه الأسباب، أو لم يكن السبب المركزي في هذا التأخر، هو عدم الفهم الحقيقي لخارطة القوى الداخلية في اليمن، عدم إدراك التعقيدات والتباينات الموجودة في الحالة اليمنية، وهي تعقيدات ربما من لم يقرأ تاريخ اليمن لا يستطيع أن يفهم ويفسر ويحلل ما يجري في هذه المرحلة. سبق لي جمال عبد الناصر زعيم العربي أن تدخل في اليمن
وكان تدخل الزعيم عبد الناصر يعني بالنسبة للتجربة المصرية في اليمن قاسيا وشديدا بالنظر إلى أنه كانت تدخلات أو بمعنى آخر كان استدعاء للحالة المصرية في تلك المرحلة دون فهم أيضا لطبيعة هذا الصراع. وبالتالي اليوم هو تكرار، نخشى من تكرار نفس السيناريو بالنظر إلى أن التدخل المصري استمر أكثر من سهى 6 سنوات. اليوم نحن في الحالة الراهنة تدخل دام لأكثر من عامين، ونحن لازلنا في بداية المشوار الأول من استعادة الدولة. لم تستكمل الدولة أو استعادة الشرعية لملامحها الحقيقية، استعادة مؤسساتها، استعادة خدماتها، استعادة هيبتها في المناطق المحررة، بل العكس من ذلك تماما، تم بناء أقسام ميليشيوية خارج إطار القرار السيادي لهذه الشرعية. وهذه من الأخطاء الكبيرة والاستراتيجية والقاتلة، ليس فقط على مستوى مهام ووظائف الدولة، وإنما أيضا انعكاساتها على مستوى المتدخلين أو بمعنى آخر التحالف العربي. ما الذي تقصده بالأرسام مصر؟ ما نراه اليوم يعني من المؤسسات التي يتم إنشاؤها خارج إطار القرار السياسي، على سبيل المثال ما نراه مثلا في المناطق المحررة جنوبا كعدن، ما يسمى بالحزام الأمني. هذا الحزام الأمني ليس له أي توصيف قانوني في إطار الدستور والقوانين اليمنية، ولا حتى أيضا في إطار تكتيكات واستراتيجية الحكومة الشرعية الحالية. نعم. وليس هناك أي توصيف حقيقي أو واضح لمثل هذه الأقسام المسلحة أو الميليشيات المسلحة. أيضا ينطبق الأمر على مسألة ما يتم في حضرموت في الحديث عن قوة النخبة الحضرمية وما إلى ذلك من المسميات التي خارج إطار الكيان الرسمي للمؤسسة العسكرية والأمنية للدولة التي انهارت والتي الآن نحن بصدد إنشائها. وبالتالي أيضا حتى انسحاب هذا المشهد اليوم ومحاولة تكرار هذا السيناريو، نفس السيناريو في تعز من خلال دعم جماعات أو إسناد جماعات خارج إطار المؤسسة العسكرية. نعم. وجماعات ذات ميول معينة وتوجهات لا تخفى على أحد. وبالتالي كل هذه الإرباكات التي تم أو التي يتم الدفع بالمجتمع اليمني أو باليمنيين أو بالشرعية أو بالتحالف العربي لأن يمارسها ويكررها، هي في الأخير سيكون لها انعكاسات خطيرة، ليس فقط على مستوى الحالة اليمنية في الداخل، وإنما على مستوى أيضا الاستراتيجية الكبيرة المعلنة للتحالف العربي، وهي استعادة الشرعية. ونحن اليوم على قرابة على مشارف العامين، والشرعية لم تستطيع أن تعود وتمارس كافة مهامها ومسؤولياتها، مما يعني أن هناك خلل كبير تم من خلال أدوات استعادة هذه الشرعية المتمثل برؤية وتباين وتضارب أجندة التحالف العربي في الحالة اليمنية. نعم. إذن سيد نبيل ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الدكتور عبد الله الغيلاني الكاتب والباحث من مسقط. مساء الخير دكتور عبد الله. مساء الخير لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. أهلا بك دكتور. اليمن والتحالف العربي في هذه اللحظة الراهنة، برأيك هل تمضي العمليات التي يقوم بها التحالف وفق الأهداف المعلنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناك تعثر على 3 مستويات فيما يتصل بأداء التحالف في اليمن. نعم. هناك تعثر وتراجع كبير في الأداء العسكري منذ بضعة أشهر. هناك تعثر في المسار السياسي كذلك. وهناك تعثر حتى في تقديم يعني الغوث الإنساني وخدمات في داخل اليمن. فالجواب على سؤالك كلا، يعني كل هذه التراجعات تنبي أن هناك تحول في نظرة التحالف إلى يعني معركته في اليمن. هذا التحالف يخوض معركة منذ أكثر من عامين، منذ شهر مارس 2015 ونحن اليوم في شهر مايو 2017، أي مضى أكثر من عامين على بدء هذه المعركة، ومع ذلك غير تحرير بعض المناطق يعني في الجنوب، وحتى هذه المناطق أيضا تعاني مما تعاني. فيبدو لي أن اللاعب الخليجي أو العقل الرسمي الخليجي يقع في خطأ تلو الآخر فيما يتصل بإدارته للأزمة اليمنية. والأمر ليس بجديد في حقيقة الأمر، يعني لو عدنا حتى إلى يعني حركة الانفصال عام 1994، للأسف كانت الكتلة الخليجية مع حركة الانفصال، ثم وقعت في جملة من الأخطاء الاستراتيجية. الآن اللاعب الخليجي أو العقل السياسي الخليجي يقع في نفس هذه الأخطاء التي سوف تكون ارتدادات على الدولة الخليجية، ليست يعني القليلة. هناك حسابات داخلية للدول المركزية في هذا التحالف، تحديدا
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لهاتين الدولتين القائدتين في الحملة العسكرية لهما حسابات داخلية. هذه الحسابات هل هي مختلفة إلى اليمن وتعكس هي مختلفة تكتيكيا ولكنها تلتقي استراتيجيا. نعم. أنا أتصور يبدو لي من خلال بعض المؤشرات أن كلا الدولتين باتت تنظر إلى حكومة الرئيس هادي باعتبارها عبء يعني عليهما، ولكن التخلص من الرئيس هادي أمر متعذر، يعني لا يمكن للتحالف في هذه اللحظة أن يتخلص من الرئيس هادي ومن حكومة الرئيس هادي، لأن الرئيس هادي وحكومته يمثلان الشرعية. نعم. وهذا التدخل حدث بطلب رسمي من هذه الشرعية، إذا التخلص من هذه الشرعية يعني هناك انكشاف أخلاقي وانكشاف قانوني لهذا التدخل العسكري وهذا التدخل السياسي في اليمن. ولكن ما أود قوله الآن في هذه اللحظة أن كل هذه الإرباكات التي تحدث من جراء هذه الحسابات الداخلية لهاتين الدولتين أظن أنها سوف تعود بالضرر على الأمن القومي السعودي والأمن القومي الإماراتي والأمن القومي الخليجي بشكل عام. يعني أي تراجع على الصعد العسكرية أو السياسية أو الإنسانية، أي تراجع بأي قدر بأي درجة يعني تلقائيا تقوية لجبهة الحوثيين وعلي عبد الله صالح. فعلى يعني الخليجي أن يعيد النظر في أدائه الاستراتيجي وفي أدائه السياسي في داخل اليمن وأن يتحامل على هذه العثرات. يعني هذه اللحظة اليوم لا تحتمل هذا التفكك، هذه الأزمة اليمنية التي بدأ طل برأسها. نعم، لكن يعني الدكتور اسمح لي، يعني أنت تفضلت بالقول بأن هناك خطأ تلو الآخر وأنه على التحالف أن يتدارك هذه الأخطاء. يعقل يعني خلال عامين لم يكتشف بعد أنه يقع في هذه الأخطاء المتتالية؟ كان ينبغي أن يعني يتعلم اللاعب الخليجي من هذه الدروس التاريخية، ولكن كما قلت يبدو أن هناك حتى أبعاد نفسية لهذه الأخطاء. يعني دعينا نسمي الأشياء بأسمائها، هناك تخوف غير حقيقي من الخارطة السياسية في اليمن في مرحلة ما بعد تحريره وإعادته إلى الشرعية. كيف سيكون شكل هذه الخارطة؟ ما هي الأوزان النسبية للقوى السياسية؟ هناك تخوف من القوة الإسلامية الأكبر في اليمن وهي التجمع اليمني للإصلاح، وفي تقديري أن هذا التخوف هو تخوف وهمي. يعني دولة بحجم المملكة العربية السعودية ما ينبغي أن تتخوف من خارطة القوى السياسية في اليمن ما بعد التحرير. فيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة لها منطلقات معينة، سياستها الخارجية اليوم محكومة يعني بجملة من التصورات والمرئيات والعوامل، فهي تستصحب يعني هذه الموجهات الاستراتيجية لسياساتها الخارجية تستصحبها معها في اليمن، وبالتالي الذي يحدث هو ليس أمر يعني اعتباطي وليست مسائل عفوية، وإنما هي تعكس توجهات استراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ولكني أقول بعيدا عن التقييم الآن من المخطئ من المصيب، بعيدا عن هذا أقول أن كل هذه التداعيات التي تحدث من جراء هذه الأخطاء وهذا الغبش في المرئيات السياسية سيعود بالضرر ليس فقط على اليمن وإنما على الأمن القومي الخليجي على المدى المتوسط. نعم، إذا اسمح لنا دكتور عبد الله أن تبقى معنا، يعني ننتقل أيضا إلى الدكتور أحمد الدبيعي الأكاديمي والباحث في اسكتلندا عبر سكايب. مساء الخير دكتور أحمد. مساء الخير. أهلا بك دكتور. يعني استمعت لحديث الدكتور عبد الله الغيلاني، يعني تحدث ربما أجمل يعني التعثرات التي وقع فيها التحالف، أن هناك تعثر وتراجع كبير على المسار العسكري، أيضا هناك تعثر على المسار السياسي، هناك تعثر على المستوى الإنساني، هناك أخطاء كما تفضل وقع فيها التحالف خطأ تلو الآخر، اختلاف تكتيكي بين القوتين الأساسيتين وهي السعودية والإماراتية ولكنهما تتفق استراتيجيا. ما تعليقك حول ما ذكره الدكتور الغيلاني؟ بداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أتفق بشكل كبير مع ما طرحه الدكتور عبد الله من سلطنة عمان الشقيقة. لم يعد للمراقب إلا أن يوصف الحالة اليمنية الآن أنها حالات ارتباك شاملة. التحالف وقع لا شك في كثير من الأخطاء، وأعتقد أن ما وصل إليه التحالف كان متوقعا، لأن
التحالف العربي أو الشأن العربي العسكري بشكل عام لم يخوض أي تجارب ناجحة تنسيقية بحجم حرب تشترك فيها دول كثيرة في المنطقة. فهذا العجز أو هذه قلة الخبرة التي حصلت ألقت بظلالها على الشأن اليمني تماما. دخل التحالف العربي للمعترك الحربي في اليمن على أساس عاصفة الحزم وسمها الحزم بمعنى أنها ستكون حازمة وحاسمة في آن واحد. ثم مرت الأيام لنجد أنفسنا بعد سنتين الأمور تكاد تكون على ما هي عليه، لم تكن أسوأ. التحالف يتعامل مع اليمن في الجبهات العسكرية كدولتين وليست كدولة واحدة، وله غرفتين في هذه الحرب، غرفة تدار في الشأن في المحافظات الجنوبية وغرفة أخرى في المحافظات الشمالية. غياب تنسيق عسكري ورؤية عسكرية واضحة بالتنسيق مع العسكريين اليمنيين الذين لهم دراية بما يجري على الأرض اليمنية وهم أدرى بشعاب اليمن أثر على مجريات الأحداث وجعل الجبهات العسكرية تستعر أحيانا ثم تتوقف أحيانا بناء على نغمة الاتفاق والاختلاف بين السلطة الشرعية وبين دولتي التحالف الكبرين وهي السعودية والإمارات. لنسمي الأمور بمسمياتها، السعودية الآن تهتم بالجانب الحدودي أكثر، تهتم كثيرا من المناطق التي تأتيها صواريخ الحوثيين وصواريخ عبد الله صالح، أي مناطق شمال الشمال. والجانب الإماراتي يهتم بالمناطق الجنوبية وله أجندة تختلف تماما عن أجندة المملكة السعودية. ما هي هذه الأجندة؟ الجانب الإماراتي ذهب إلى الجنوب، وأنا من خلال قراءاتي للواقع الإمارات العربية المتحدة اشتركت بالتحالف، نشكرها بداية على موقفها على أساس أنها تساعد السلطة اليمنية لاستعادة الشرعية. ثم تفاجأنا أن الإمارات العربية المتحدة تختلف مع هذه في أمور كثيرة جملة وتفصيلا. هي لها رؤية يبدو أنها تدعم الانفصال في الجنوب، لنسمي الأمور بمسمياتها، وهي تقوم، وهناك أيضا سياسة إماراتية تقوم على الاهتمام كثيرا بالشواطئ في القرن الإفريقي وفي اليمن. هي تهتم بالموانئ بشكل كبير لأنها قامت نهضة دبي على أساس أن هناك نوم كبير في الموانئ الأخرى، ويبدو أن هناك تخوف من نشاط الموانئ في الإقليم ألقى بظلاله على معترك الأمور في اليمن. لها أصبح سياسة تختلف عن سياسة الرئيس هادي هناك. الرئيس هادي لم يستطع حتى الآن، يعني بوجود التحالف العربي في اليمن، لم يستطع الرئيس اليمني العودة إلى عدن وتطبيع الحياة في عدن ليمارس صلاحياته من عدن. هذا شيء غير طبيعي حقيقة، يعني الحوثي لا يتواجد في عدن ولا علي عبد الله صالح، فلماذا يبقى الرئيس هادي في المملكة العربية السعودية إلا إذا كانت هناك أجندات مختلفة بحيث أن الرئيس هادي لا يستطيع أن يمارس صلاحياته كرئيس جمهورية في عدن؟ نعم، إذا اسمح لنا أن ننتقل لضيفنا في الاستوديو الأستاذ نبيل. الأستاذ نبيل، يعني تقريبا متفقون جميعكم على الخطوط العامة، ولكن هناك يعني اختلاف بسيط. الدكتور أحمد يعني يجد أن للإمارات أجندة مختلفة تماما عن السعودية، الدكتور عبد الله يجد أن يعني الاختلاف فقط تكتيكيا ولكنهما تتفقان استراتيجيا. التعامل يعني الدكتور أحمد يجد أن التعامل مع اليمن للأسف يتم التعامل معها كدولتين وليس كدولة، ما رأيك؟ لا شك أنه من خلال الممارسات التي رأيناها على مدى العامين وحتى هذه اللحظة، فعلا هناك لا توجد غرفة عمليات مشتركة لإدارة المعركة في كل الجغرافية اليمنية. هناك تباينات كبيرة في هذا الصدد، وهناك أيضا انقسام واضح في إطار إدارة ملف المعركة على الأرض. هناك غرفة عمليات مختصة بالمناطق الجنوبية. نعم، ماذا عن اللجنة الثلاثية برئاسة الحكومة؟ باعتقادي اللجنة الثلاثية هي ربما، دعني نقول، هي ربما نتيجة للقرارات والإرباك الحاصل، أو دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها ونقول للانقلاب الحاصل في 4
مايو القاري انقلاب، والإعلان الذي تم في عدن كان انقلابا واضحا على الشرعية اليمنية، ولكن انقلاب بطبيعة دبلوماسية أكثر نعومة من الانقلاب الذي تم في 21 سبتمبر في صنعاء. هناك من وجد أنه يعني ذلك التصرف كان مجرد قرصة أذن من الإمارات ل لا شك أنه كان رسالة واضحة، لأن الطرف الذي قام بهذا الإعلان هو الطرف الموالي للإمارات العربية المتحدة، وبالتالي ما حدث في عدن هو انقلاب بكل ما تحمل الكلمة معنى، وكان رسالة واضحة أنه هناك كتلة معينة وأن هناك توجه معين لأطراف معينة خارج إطار السياق العام لاستعادة الشرعية. لكن الإشكال يتكمن أنه هذا الطرف أيضا يدرك جيدا أنه سيصطدم مع قيادة التحالف مثلا من المملكة العربية السعودية، وبالتالي خفف من حدة الخطاب وخفف أيضا من سقف المعلن أو ما كان يراد أن يعلن في هذا الإعلان. لكن دعنا نتفق في مسألة أنه هناك تباين في الأجندات، تباين الأجندات واضحة على مدى كبير من خلال المعارك التي تدور اليوم على امتداد الساحل الغربي، والمعارك التي تدور الآن في المناطق في شمال اليمن في مارب وصنعاء وحقة في ميدي. هناك نوع من يعني عدم التنسيق، يعني حتى الآن مثلا على سبيل المثال لم تستطيع الحكومة ممارسة أعمالها وتطبيع الأوضاع في عدن. أيضا معظم الوزراء المنتمين لمحافظة شمالية في مأرب لا يستطيعون الذهاب إلى عدن، نفس الإشكالية بالنسبة للوزراء الجنوبيين أو بعض الوزراء الجنوبيين أيضا غير المرغوب فيهم من طرف معين في التحالف يعني مقيمين في مأرب. يعني هناك إشكالية حقيقية، هذه الإشكالية الحقيقية هي نتيجة لأخطاء كبيرة، هذه الأخطاء الكبيرة باعتقادي التي وقع بها التحالف حينما دخل بأجندات وأهداف مختلفة متباينة أدت إلى كل هذا الإرباك، وبالتالي أنا باعتقادي الإرباك هذا سيكون تداعياته خطيرة ليس فقط على المستوى الشرعية في اليمن وإنما على مستوى المنطقة تماماً، لأن اليمن تمثل عمق أمني واستراتيجي أو جيوسياسي لمنظومة الأمن الخليجية كلها، وأي توجه في اليمن نحو إعادة تقسيم الخارطة اليمنية والهوية اليمنية والجغرافية اليمنية هو سينعكس أوتوماتيكياً في إطار وجود فواعل إقليمية تتحين هذه الفرصة، واشتغلت على مشروع تقسيم اليمن منذ فترة طويلة، واليوم سيتوجه التحالف العربي بهذه الإمكانيات المهولة والكبيرة التي كانت ستحسم المعركة في وجود رؤية واضحة خلال 3 إلى 4 أشهر في أقصى حدودها حسب ما كان متفق عليه. اليوم طالت إلى أكثر من سنتين وأكثر من سنتين إذن يعني تتفقون في مسألة أنه وهذا بطبيعة الحال إن يعني هذه التعثرات كلها ليست فقط يعني على اليمن تأثيرها السلبي وإنما على المنطقة بشكل عام. دكتور عبد الله، يعني كثير من النقاط تم طرحها، ولكن يعني دعني أتوقف عند فكرة اختلاف يعني الدولتين الكبريتين في التحالف الإمارات والسعودية تكتيكيا كما تفضلت واتفاقهما استراتيجيا. ضيفي في الاستوديو عبر سكايب يريان أن هناك اتفاق يعني عفوا اختلاف تماما في الأجندات بين الدولتين. يعني ولو توقفنا قليلا كضرب للمثال، حينما شاءت الإمارات لعدن أن تتحرر لم يعني تأخذ المسألة أكثر من يومين أو 3 أيام، بينما تعز تظل محاصرة وعالقة حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار واضح بشأن تحريرها. تفضل. نعم، هذا يؤكد ما ذكرته آنفا أن الاختلاف بين المملكة والإمارات هو اختلاف تكتيكي، ولكن هناك التقاء على المستوى الاستراتيجي بدليل الذي يعني تفضلت به أن عدن تم تحريرها في فترة تعتبر وجيزة، بينما تعز لا تزال ترزح تحت الحصار. الاختلافات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والإمارات واضحة. الأمير محمد بن سلمان في اللقاء الأخير الذي أذيع ويعني سمعه الجميع قال عبارة يعني ذات مغزى ذات دلالة مهمة جدا، وهي أننا قادرون على استئصال الحوثي وعلى عبد الله صالح في بضعة أيام. قال هذه العبارة بشكل صريح واضح. الآن السؤال، ما الذي يمنع التحالف إن كان التحالف بقيادة المملكة؟ وأنا أحسب أن هذه العبارة جد صحيحة، هي جد صحيحة. السؤال، ما الذي يمنع هذا التحالف الذي يملك هذا التفوق العسكري، ما الذي يمنعه من التقدم واستئصال الحوثي وعلى عبد الله صالح وتطهير اليمن من هذه العصابة وإعادتها الشرعية؟ برأيك أنت دكتور، يعني ما الذي يمنعه؟ الذي يمنع أن هناك قرار سياسي، هذا القرار السياسي أطرافه متعددة،
أنا كنت أود أن أذكر الـ الـ يعني الـ الدور أو الحضور الأمريكي في الأزمة اليمنية. يعني التحالف صحيح أنه تحالف عربي ويحظى بقدر كبير من الاستقلالية في حراكه العسكري وفي خياراته السياسية، ولكن الولايات المتحدة باعتبارها القوة الضاربة في الإقليم حاضرة في الأزمة اليمنية، وبالتالي هناك قرار سياسي. الولايات المتحدة تستخدم اليمن كورقة من أوراق التعامل مع إيران، كورقة من أوراق يعني إدارة معاركها على الجبهة العراقية وعلى الجبهة السورية. إذن هناك حضور أمريكي في الأزمة اليمنية، هناك قرار سياسي. كيف تقيم هذا الحضور دكتور؟ هذا الحضور الأمريكي كيف تقيمه الآن؟ هذا الحضور الأمريكي أنا أتصور منذ أن بدأ تحليل الأزمة اليمنية، ابن الشيخ أعلم قبل بضعة أشهر أن احنا داخلين في حل سياسي، وأن هناك جملة من الصفقات ستعقد ومؤتمرات في مسقط وفي عمان وإلى آخره. منذ تلك اللحظة، بل قبل ذلك، منذ أن أعلن الوزير كيري على عهد الرئيس أوباما من مسقط في نوفمبر 2016 قال نحن مع الحل السياسي، ثم أكد هذه المقولة السفير الأمريكي في صنعاء، ثم أكدها وزير الدفاع في زيارته الأخيرة للمنطقة. إذا الولايات المتحدة تعلم يقينا أن الحل السياسي في الأزمة اليمنية وفق ميزان القوى القائم والحقائق على الأرض أن الحل السياسي بعيد المنال، ومع ذلك فالأمريكيون يؤكدون إدارة تلو الأخرى، إدارة أوباما أولا ثم الآن إدارة الرئيس ترامب، يؤكدون على أنهم مع الحل السياسي. بل حتى ميركل في زيارتها الأخيرة للمنطقة قالت نحن مع الحل السياسي ونحن ندعم التوجهات الدولية. إذن اليمن، الأزمة اليمنية على المستوى الدولي الآن أريد لها أن تدول، أن تصبح قضية من القضايا الدولية في أروقة الأمم المتحدة. إذن هناك قرار سياسي، للأسف الكتلة الخليجية تماهت مع هذا القرار السياسي. نعم. دون أن تدرك أن إطالة أمد الأزمة اليمنية سيفجر أوضاع ليس فقط سياسية وعسكرية، وإنما سيفجر أوضاع إنسانية. نحن نتحدث عن 30 مليون يمني، 70% منهم الآن على شفا المجاعة. الإنسان اليمني لن يبقى جائعا في اليمن، وإنما سيخترق الحدود وسيستاح إلى سلطنة عمان وإلى السعودية وإلى الدول المجاورة. إذن إن لم تحل الأزمة اليمنية حلا مرضيا للإنسان اليمني، حلا عاجلا وناجزا، فلتبشر الدول الخليج بأزمة سياسية، أزمة إنسانية، أزمة عسكرية سيصعب تطويقها. لاعب آخر في الأزمة اليمنية أيضا لا يمكن إغفاله، وهو اللاعب الإيراني. أنا قلت مرارا أن الحبل السري للحوثيين ليس في صنعاء إنما في طهران، وطهران حاضرة في الأزمة اليمنية كذلك. إذن نحن نتحدث عن عدد من اللاعبين الإقليميين واللاعبين الدوليين، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، إيران، الولايات المتحدة، واللاعبون الإقليميون الآخرون. أعود فقط إلى مسألة الافتراق الإمارات السعودي. المملكة العربية السعودية هي صاحبة اليد الطولة الآن، وهي قادرة لو أدركت أو شعرت بأن التوجهات الإماراتية تتعارض وتتقاطع تماما مع التوجهات السعودية. أنا أتصور أن المملكة العربية السعودية قادرة على إقناع الإمارات طوعا أو كرها بالتراجع. لذلك أنا أرى في السكوت السعودي النسبي على ما يحدث في عدن مثلا أن هذا مؤشر وقرينة قوية جدا على أن هناك توافق استراتيجي بين البلدين، وأن الاختلاف هو اختلاف يعني تكتيكي. أرى في التعسر معركة تحرير تعز كذلك، أرى أن هناك توافق بين الدولتين على يعني تصنيف الخطر الإسلامي في اليمني ممثلا بالتجمع اليمني للإصلاح، تصنيفه على أنه خطر يعني كامن على المدى البعيد. يعني يبدو لي أن الدولتين متفقتان على هذا. فهذا ما قصدته بالتوافق الاستراتيجي والافتراق التكتيكي بين البلدين، ولكني أؤكد مرة أخرى أن هذه نظرة استراتيجية قاصرة، وأن ارتدادات هذه السياسات الإماراتية في الجنوب تحديدا سوف تعود على الكتلة الخليجية أولا وعلى اليمن يعني بعد ذلك بعوائد يعني كارثية على الأمن القومي الخليجي. فأرجو أن اللاعب الخليجي ينتبه إلى مثل هذه المسألة، وأن لا يتمادى في هذه الأخطاء، وأن لا يبني يعني تحركاته على الأرض على حسابات قصيرة المدى.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله الغيلاني الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط. أستاذ نبيل، يعني طرح الدكتور عبد الله العديد من النقاط استمعت إليها، يعني ركز يعني وهذا هو فعلا ما هو حاصل. اليمن يعني في مفترق أكثر من لاعب دولي، هناك أكثر من جهة وأكثر من خيط يتم شده في الوقت الراهن. أستاذ نبيل، يعني ما هي أولويات الحكومة الشرعية كترتيب لأوراقها في ظل كل هذا التخبط من العديد من الدول المحيطة به؟ أولويات الحكومة الشرعية للأسف تكاد تكون منعدمة. نعم، في إطار أنه أولوية الحكومة الشرعية الآن إذا كانت من ضمن هذه الأولويات هو العودة إلى عدن وممارسة كامل صلاحية من عدن، نحن نجد أن هذه البديهية تتحول إلى أولوية. يعني نحن أمام إعادة ترتيب عكسية للمشهد في اليمن، وبالتالي أنا باعتقادي أيضا أنه اليوم أصبحت الحكومة الشرعية مقيدة بشكل كبير جدا وتاركة كل مسائل وخيارات وأوراق المشهد السياسي في اليمن في يد التحالف العربي. هذه حقيقة كبيرة يجب أن تقال، لكن أيضا في جزء من هذا المشهد لازالت الحكومة تقاوم كثير من هذه الضغوطات التي تمارس ضدها في إطار إعادة صياغة مشهد سياسي جديد. أنا أتفق مع ما ذكره الدكتور عبد الله الغيلاني حينما قال إنه التحالف العربي أصبح يرى حكومة هذه أنها عبء عليه، لكن في ذات الوقت مش قادر يتخلص منها، لأن هذه الحكومة أو هذه هي المدخل الوحيد والشرعي لمثل هذا التدخل الموجود أو لغطاء هذا التدخل الموجود في اليمن. وبالتالي نحن أمام إشكالية خطيرة وكبيرة في هذا الجانب تتطلب نوع من المكاشفة ونوع من المصارحة مع التحالف العربي في إعادة ترتيب أولوياتهم في اليمن. إعادة ترتيب هذه الأولويات تقوم في بدايتها مسألة الاعتراف، ويجب أن يقف الجميع أمام مسألة واحدة وهي أن وجودهم في اليمن هي شراكة واحدة وليست اليمن تابعة لهم في هذه المعركة. نحن شركاء في هذه المعركة لأن الخطر لا يتهدد اليمن. اليمن يعني أصبحت في حكم الواقع لم يعد هناك شيء أن يخاف عليه أن تفقده اليمن. اليمن في إطار حرب شاملة وتدمرت أشياء كثيرة في اليمن، ودخلنا في حرب وقدمنا تضحياتها الكبيرة والكثيرة. لكن الأخوة في التحالف العربي يجب أن يدركوا أن هذا المرحلة وهذا الوجود اليوم هو وجود شراكة معنا، وبالتالي يجب أن يحترموا هذه الشراكة وهذه الندية. أن اليمني ويدركون جيدا في تاريخ اليمني أن اليمني لا يكون أو لا يستطيع أن يكون تابعا لأحد، اليمني يجب أن يكون شريك، وهذه إشكالية تاريخية يجب أن يفهمها الأخوة في التحالف العربي. أنه نحن في هذه المعركة معركة شراكة. يعني هل تتفق مع نقطة أن يعني رغم تماهي الكتلة الخليجية مع القرار السياسي، لكن يعني هناك أيضا فكرة أن هناك اتفاق ولو ضمني في بعض المسائل، سواء يعني ما يحدث في الإمارات أو في تعز مثلا عدم تحريرها، هناك اتفاق على عدم تحرير تعز بين الطرفين، هناك غض طرف عما يحدث في عدن، ولو أن يعني السعودية أرادت أن توقف الإمارات عند حد معين لاستطاعت. أتفق إلى حد كبير في هذه المسألة مع مسألة أنه في هناك يعني خطوط مشتركة أو بمعنى آخر يتفقون من حيث التكتيك ويختلفون أو يتفقون في الاستراتيجيات ويتفقون من حيث التكتيك، لكن في 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 جزء كبير ومهم من هذه الإشكالية ما نشأ بعد قرار الرئيس الأخير بإقالة محافظ عدن. أيضا تبين كثير من هذه الاختلافات في إطار التكتيكات التي تستخدم، أنه حصل نوع من المواجهة القاسية بين فريق الإمارات وفريق الشرعية. نعم. تحديدا فريق هادي، وبالتالي المملكة تدخلت في وقت يعني خطير جدا وحاولت أن تمتص كثير من الغضب الإماراتي وتعيد دفة القيادة من جديد إلى الرئيس هادي ومن خلال دعم قراراته وتشجيعه. هل يعني نعتبر تصريح السفير السعودي لدى اليمن بفتح قنصلية السعودية في عدن أحد يعني بوادر الدعم هذا الذي تتحدث عنه؟ لا هذه مسألة مختلفة بالنسبة لي. ربما قد تأتي هذا التصريح من قبيل يعني دعم الإشكاليات العالقة، إشكاليات المواطنين والحجاج والمعتمرين والمغتربين اليمنيين.
الذين يعني ضاقت عليهم الأمور في مسألة المعاملات. هذا كله لأنه الآن في إشكالية في مسألة، إشكالية خطيرة وكبيرة في مسألة تسهيل مهام الحقاق والمعتمرين في اليمن. لكن اللي أقصدنا في مسألة دعم قرارات الرئيس كانت واضحة من خلال إنفاذ هذه القرارات وعدم التراجع عنها ومحاولة امتصاص تلك الحالة، التهديد الواضح من قبل الفصائل التي استهدفت بهذه القرارات، إنه كان هناك تحدي لعدم إنفاذ هذه القرارات. لكن أنا باعتقادي أن عودة المحافظ الجديد إلى عدن وخطابه الكبير وال يعني خارطة الطريق التي وضعها. نعم، لكن هناك أيضا يعني أسألك عن زيارة محافظ حضرموت لعدن، ولكن دعني أنتقل بداية للدكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني هناك أيضا من يتحدث عن إعادة ضبط المصنع، أو يعني كما يشبه بهذا الشكل إعادة التحالفات القديمة الجديدة، ربما يعني إشارة محمد بن سلمان في لقائه الأخير لصالح، والذي ربما التقطها سريعا وتحدث اليوم عن قبوله لأي حوار مع السعودية. هل يعقل أن يعاد صالح للمشهد بهذه الصورة؟ دعيني بداية أعلق على المشهد بدقيقتين أخرين ثم أنتقل لهذه النقطة. العالم كله شاهد ما يجري الآن في اليمن، والتطور في عملية نقص الغذاء في اليمن ومعاناة الناس تزداد بشكل كبير ودراماتيكي. أنا هنا في بريطانيا تكلمت مع عضو مجلس النواب البريطاني الذي يمثلني في دائرتي، وقال لي بالحرف الواحد أن العالم كله يتابع ما يجري في اليمن، وأن ثمة مجاعة إذا حصلت في اليمن لن يتحملها الإنقلابيون، سيتحملها حتى التحالف العربي. فالعالم سيبتز هذا التحالف إذا حصل الإخفاق الكبير الذي يبدو أن نحن متجهين نحوه حتى الآن. فنحن نتحدث عن 30 مليون يمني يعانون أغلبهم من المجاعة، ولا يوجد أي أفق حتى الآن لوجود خارطة توزيع معونات أو إنقاذ بمعنى عمليات حقيقية على الأرض. تحولت المدن الكبرى في اليمن إلى مقابر جماعية، صنعاء والحديدة وتعز وكثير من المدن الكبرى في اليمن. نحن نتحدث عن كوليرا الآن تجتاح اليمن من الشمال إلى الجنوب. نتحدث عن عدم قدرة الحكومة اليمنية على لم القمامة من الشوارع. نتحدث عن حكومة يمنية في المنفى. نتحدث عن إنسان يمني مدمر تماما. هذه المعادلات إذا استمرت أكثر من شهور قليلة، أعتقد أننا ستطور الحال إلى ستتحول اليمن إلى كارثة عالمية، كارثة إنسانية حقيقية. وأنا أتفق مع الأخ العماني الذي قال سيزحف اليمنيون تباعا إلى عمان وإلى دول الخليج، وستتكون أزمة إنسانية لن يستطيع الخليجون التعامل معها. أما بقصة التحالفات، أعتقد أن العودة علي عبد الله صالح للمشهد ليست بالمستغربة. المملكة العربية السعودية تستنزف حقيقة الآن، وأصبحت الحرب اليمنية تدر مليارات لمصانع الأسلحة في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي فرنسا، والآن حتى ألمانيا دخلت على الطريق. عندما الغرب يتحدث عن حل سياسيا في اليمن، فهو يتحدث عن زيادة كمية السلاح المتدفق إلى الخليج. هذه هي المعادلة المطروحة على الأرض. علي عبد الله صالح إذا رأى اللاعب الدولي الإقليمي كالولايات المتحدة الأمريكية أن إحياء علي عبد الله صالح سيجعل لبورصة السلاح تزداد في المنطقة، سيحيون علي عبد الله صالح. وسأذكركم، الأمور تتغير بشكل كبير، واليمن أصبحت كما قلت مستنقعا كبيرا لدول التحالف العربي، ودول التحالف العربي تفكر ما زالت بطفولية تراهن على هذا الميناء، وتراهن على أمير حرب، وتراهن على هذه المنطقة. هذا تفكير طفولي سطحي. نحن نحتاج إلى غرفة عمليات مشتركة يديرها خبراء استراتيجيون وباحثون ومفكرون، لا أطفال. حتى الآن تدار المعركة بشكل طفولي، وأنا أتكلم وأعرف ما أقول. أنا إنسان أكاديمي وأراقب المشهد اليمني، يدار بشكل مزاجي طفولي مشاغب، وكأننا في مسلسل افتح يا سمسم.
هذا 30 مليون شعب، 30 مليون مواطن يمني يموتون يتضورون جوعا، وصلنا الى مرحله كل 10 دقائق يموت طفل يمني من الجوع. نعم. ثم يعني هل تقصد بهذه الاداره الطفوليه؟ يطول امدها لاننا نمتلك ترسانه سلاح وما نعم دكتور احمد الكلام. يعني هل تقصد بالاداره الطفوليه؟ هذا كلام غير مبرر. هل تقصد بالاداره الطفوليه التحالف ام الحكومه الشرعيه؟ أقصد التحالف العربي والحكومة الشرعية العاجزة. تصوري أنا أتواصل مع ناس في سقطرى يقولوا لي أن الإمارات العربية المتحدة هناك تتصرف في سقطرى كأن سقطرى دبي، أصبحت تقلع قلاع وتبني قصور لمشايخ وتمنع أبناء سقطرى من الحديث حتى عن ذلك. ناس قطعت حساباتهم في تويتر أو في 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 فيسبوك بسبب أنهم انتقدوا الوضع. نريد تقصي حقائق ماذا يجري في سقطرى مثلا. أصبح التعامل مع اليمن كطفل يتيم قاصر لا حول له ولا قوة. نحن دولة لها 5000 سنة حضارة. هذا شيء مفهوم. ما الذي أوصلها إلى هذا الشكل إذن دكتور؟ يعني نعم، هذه الرؤية لليمن بهذه القصور يعني الذي تحدثت عنه، ما الذي أوصلها إلى هذا الحد الدولة التي لها حضارة 5000 سنة؟ هناك عدة عوامل. أولا الأداء الركيك للحكومة اليمنية، طالبت أكثر من مرة بحكومة تكنوقراط، وما زال الرئيس هادي يراهن على أسماء عفى عليها الزمن. حقيقة الأداء الحكومي اليمني الرسمي ركيك، وزراء الحكومة اليمنية نسوا الشعب اليمني، وهم الآن فقط يرتبون أوضاع عائلاتهم في المناصب الحكومية. شيء مخجل حقيقة، شعب يتضور جوعا ويموت، ونحن أمام وزراء كنا نأمل فيهم خيرا وهم يتقاسمون الغنائم. نعم. فوق جثة هامدة اسمها اليمن، هذا غير مقبول بالمرة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث، كنت معنا عبر سكايب من اسكتلندا، ووصلت فكرتك ورسالتك المؤلمة حقيقة. دكتور أستاذ نبيل، يعني كل هذه يعني النقاط التي تم ذكرها من محاولة إعادة صالح، من استدعاء أيضا محافظ حضرموت إلى الإمارات، ويعني هناك من يحلل أنها ربما يعني ضغط على محافظ حضرموت ليقف مع الإعلان أو الانقلاب الذي أسميته في 4 مايو، ما رأيك؟ لا شك أنه في اشتغال في هذا الإطار، اشتغال واضح جدا من خلال مثلا أمس لاحظتم تحرك لما يسمى بالنخبة الحضرمية باتجاه مناطق الوادي، وادي حضرموت، وهي خارج اختصاص هذه القوة. هناك إعادة انتشار لهذه القوة أيضا، هناك أيضا ضغوطات مورست بقوة فعلا على المحافظ الذي استدعي خلسة دون حتى إذن من الحكومة الشرعية وذهب إلى أين هي إذن الحكومة الشرعية؟ الحكومة الشرعية يعني الناس تستفز من هذه الدور السلبي الذي يعني نجد. تفضل الدكتور أحمد والحديث عن سقطرى الذي تم يعني محاولة إخفاء ما يحدث في سقطرى، وهناك ناس يعني يعيشون. طبعا عندما نتحدث نحن الحكومة الشرعية، نحن لا نبرر الحكومة الشرعية، نحن نقول دائما ونكرر ونقولها منذ أكثر من عام أو من عامين، هذه الحكومة حكومة فاشلة، وهذه الحكومة لا ينبغي أن تستمر بهذه الآلية وبهذا الأداء وبهذه الوجوه. الوجوه هذه الفاشلة هي التي أوصلتنا إلى هذه الكارثة. هذه الوجوه هي مخلفات المرحلة السابقة، وتم إعادة ترميمها وإعادة إنتاجها من جديد، وبالتالي نحن لماذا لا نتوقع نتائج مغايرة ما دام المدخلات معطوبة؟ وبالتالي هذه النتائج هي وفقا لهذه المدخلات المعطوبة. يفترض أن هناك حكومة حرب، حكومة استعادات بلاد، بالله عليك عامين من اعتقال وزير الدفاع إلى الآن، حرب، دولة تخوض حرب بدون وزير دفاع، يعني هذا يعني نوع من الخيال الفاضح والأداء السلبي المخزي لهذه الحكومة. أيضا حكومة بأربعين وزير، حكومة منفى بأربعين وزير، كل وزير لديه عائلة كاملة، يعني نحن أمام كارثة بكل ما تحمل الكلمة معنى. هذه الكارثة أنا باعتقادي أنه أداءها أو الجذر الرئيسي فيها هي الأحزاب الانتهازية، هذه الأحزاب التي فشلت في الحفاظ على الجمهورية والحفاظ على الوطن. وهل ما زالت موجودة هذه الأحزاب؟ هذه الأحزاب موجودة وتتقاسم
الامتيازات التي تعطى لها من التحالف العربي وترتب أمورها في الخارج وأولادها وأشياءها بغض النظر عن ما يجري في الداخل. في الداخل هناك الآن مجاعة، هناك كوليرا، هناك ناس يعني للشهر التاسع على التوالي بدون مرتبات. نعم. بالله يعني أي كلام هذا لا يعقل. نعم. يعني يفترض أن هذه الحكومة اليوم تعود إلى عدن وتمارس مهامها من عدن وتواجه مصيرها في عدن، وإلا أنا باعتقادي أنه بات من المهم الآن أن نقول لها نستودعها وتذهب، شكر الله سعيكم أنهم فاشلون يعني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البوكيري الكاتب والباحث. الشكر أيضا للضيوف الذين كانوا معنا في هذه الحلقة، الدكتور أحمد الدبعي عبر سكايب الأكاديمي والباحث أيضا، والأكاديمي والباحث كذلك الدكتور عبد الله الغيلاني عبر الهاتف من مسقط. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.